خصصت إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش. وعليه فإن الحسابات تغطي الفعاليات والزيارات الملكية وتوثق مقدار التطور والنمو بمختلف المجالات. أما عن موقع التراث الملكي الأردني بدءاً من القصة والتأسيس انتقالاً للتراث السياسي الذي يضم تفاصيل مسيرة وسيرة الهاشميين، الديوان الملكي العامر، الأوسمة والقصور والمراسم والأضرحة الملكية، المؤتمرات الوطنية، بالإضافة للرايات والشعارات الأردنية الهاشمية. أما التراث الثقافي فهو قسم يوثق ما خط بأقلام الهاشميين، الصحف الرسمية، المراكز الثقافية والمتاحف الملكية، بالإضافة للرياضة والأغاني، الأزياء الملكية ورموز الأردن الطبيعية. أما التراث الديني فهو يجسد الشرعية الدينية والتاريخية للهاشميين وما أخذوه على عاتقهم، حاملين رسالة الإسلام السمحة وقيمه النبيلة القائمة على التسامح والعفو والعدالة. وهذا القسم يضم تفاصيل الإعمار الهاشمي لعدد من المساجد، بالإضافة للإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. انتقالاً للتراث الاجتماعي والذي نلتمس به تقديم ملوك بني هاشم تراثاً اجتماعياً غنياً ومتنوعاً وذا أثر ملموس، مراكز ومؤسسات، مدارس وغيرها، جميعها رعاها الهاشميون على الدوام وشكلت شواهد على العلاقة المتميزة التي تربط الهاشميين بشعبهم. ووصولاً للتراث التنموي الذي يوضح الأشواط الواسعة في مسيرة البناء والتنمية، مجموعة من المبادرات والجوائز والمعارض والهيئات والمنتديات يمكن لمس آثارها ومخرجاتها الطيبة. أخيراً يأخذنا موقع التراث الملكي الأردني للتراث العسكري، والذي يكشف عن حجم التضحيات التي بذلها الجيش العربي الأردني المصطفوي في سبيل تحقيق استقلال الأردن ومقدراته والدفاع عن فلسطين ومقدساتها والانتصار لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، والتي تتشكل في الصروح والمراكز والمتاحف الشاهدة على التاريخ العسكري. يشكل موقع التراث الملكي الأردني مصدراً موثوقاً لتلقي المعلومات الخاصة بكافة المجالات لجميع المهتمين، ويشكل منصة تفاعلية تتيح التعرف على المكونات والمشاريع التراثية والوطنية أولاً بأول.